قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إلى سنن الترمذي باب الدعوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن يزيد أبو موسى الأنصاري. قال أبو حاتم الرازي: كان يحسن القول فيه. أنا سعيد قال: ثقة. الخطيب قال: كان ثقة. قال: حدثنا معن بن عيسى بن يحيى بن دينار من الثقات الأثبات، الثقة بن معين، وأيضا وثقة بن سعد قال: ثقة ثبتا كثير الحديث. قال: حدثنا مالك النجم كما قال الإمام الشافعي إذا ذكر حديث فمالك النجم. قال: عن ابن شهاب، وابن شهاب هنا هو الزهري أمير المؤمنين في الحديث. قال: عن عبد الله الأغر سليمان أو سلمان الأغر أبو عبد الله المدني الأصفهاني مولى جهينة من الثقات، قال: من سعد كان ثقة لكنه كان قليل الحديث. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف في قول أنه من الفقهاء السبعة وهو من الثقات الأثبات، وكان تقيا نقيا، لكن كان يجادل كثيرا ابن عباس، لذلك ضاع عليه علم كثير. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، وأبو هريرة كما تعلمون أنه من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، بل هو سيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. هذا حديث حسن صحيح. نعم، أبو عبد الله الأغر اسمه سلمان، وفي الباب عن علي عبد الله بن مسعود. ففي السنن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن عبد الله بن مسعود، وأيضا عن أبي سعيد الخدري وجبير بن مطعم، كل هؤلاء في نفس الحديث في نزول الله جل في علاه. فهذا الحديث أشبه ما يكون متواتر، هو مش متواتر. ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له. قوله ينزل ربنا، هنا خلاف بين العلماء أيضا في مسألة النزول، يعني هو النزول ثلث الليل الأول أم ثلث الليل الآخر، لأن في أحاديث جاءت مصرحة بأنه ثلث الليل الأول، كما قلنا في سنة الترمذي وكتاب أبواب الدعوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري، ومن الثقات الأثبات الأنصاري كما قلنا، وإسحاق بن موسى ومعن بن عيسى رضيه الشافعي، ومن الثقات الأثبات أثبت الناس في مالك النجم أبو الزناد أبو الله زكوان، عن الأعرج أبو الحمد هرمز، وهما ثقات أثبات، عن أبي هريرة سيد المكثرين عن النبي الأمين قال رسول الله: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. نعم، الله الضمير عائد على الله، جزاكم الله خير. قال: فإنه لا مكره له. قال: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، يعني عندما تدعو بالمغفرة لا ترجع فيها للمشيئة، وأيضا عندما تقول اللهم ارزقني لا تقول ارزقني إن شئت، اللهم اشفيني إن شئت، لأن هذا ليس من الأدب مع الله جل في علاه، لأن هذا ليس مع الأدب مع الله جل في علاه. وزي قال: ليعزم المسألة. هنا في قوله اللهم اغفر لي إن شئت كأنه يظهر زهدا في عطاء الله جل في علاه، زهدا في رزق الله جل في علاه، وهذا ليس من حال المؤمنين. أهل الإيمان يعلمون أنهم أفقر الناس إلى ربهم جل في علاه، أفقر الخلق إلى الله جل في علاه، وهم يعني أعجز الخلق من أن ينفعوا أنفسهم أو ينفعوا غيرهم، لذلك هم عندما يعني يرفعون أكف الضراع لله جل في علاه يثبتون بلسان القال ولسان الحال ما هم عليه من عجز ونقص وفقر وحاجة وأعواز لله جل في علاه. رأيت لما موسى عليه السلام قال: رب إني أستحي، يعني لي الأمر من الدنيا فأستحي أن أسألك إياه، فيقول قال الله تعالى: يا موسى سلني ملح عجينك وعلف بهائمك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قطع شسع أحدكم نعل أحدكم فليسأل الله جل في علاه، هو أفقر ما يكون لله، وسؤاله لربه جل في علاه دلالة.
على أنه يثق في الله جل في علاه، حسن الظن بالله جل في علاه، امتلأ يقينا في ربه. لكن لما يقول إن شئت، كأنه أول شيء كأنه يتزهد في نعم الله جل في علاه، كأنه ليس محتاجا إلى ربه جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. فعندما يدعو الله جل في علاه لا يظهر لفظة توهم بالزهد فيما عند الله جل في علاه. أرأيت كيف فعل أيوب عليه السلام عندما خر عليه جراد من ذهب، فأخذ يحسو يحسو يحسو، فقال الله تعالى: فأوحى إليه: ألم أكن أغنيتك؟ فقال: لا غنى لي عن بركتك، لا غنى لي عن بركتك. فلذلك لا يقول المرء ويدعو: اللهم اغفر لي إن شئت. طب وإن لم يشأ الله جل في علاه، ماذا ستفعل أنت؟ ما سيكون أمرك أنت ومآلك عند ربك جل في علاه؟ فوجب عليك أول الأمور ألا تظهر الزهد، وهذا سوء أدب مع الله جل في علاه. الأمر الثاني أن تكون حسن الظن بالله، وحسن الظن بالله لا يجعلك أن تعلق المسألة بالمشيئة قد تحدث وقد لا تحدث. أنت تدعو أنت تعلم بأن الله تعالى سيجيبك، لا سيما أنك مصدق في قول الله جل في علاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي أن يرفع عبدي يديه فيردهما صفرا فيردهما خائبتين، فما من سائل يسأل إلا الله يجيب سبحانه جل في علاه. فيمتلئ قلبك بجمعيته في حسن ظن بالله جل في علاه، ويقين بأن الله جل في علاه سيجيبك. ومن كان يقين في الله راقيا، من كان حسن الظن بالله جل في علاه، فلا يمكن أن يكون لفظه عند الدعاء اغفر لي إن شئت، بل يعزم يقول: اغفر اغفر وارحم وتجاوز عما تعرف، كما كان ابن مسعود إذا طاف يقول: اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعرف فإنك أنت الأعز الأكرم. لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، بل قل: اغفر وارحم، اللهم ارحمني إن شئت. وهنا أيضا كأنه لا يحتاج إلى الرحمة التي وسعت كل شيء، والعبد لا يدخل الجنة إلا برحمة الله جل في علاه، والعبد لا ينجو إلا برحمة الله جل في علاه، والعبد لا يتعلم إلا برحمة الله، والعبد لا يكون قائما بدنا وحسا وروحا وجوارحا إلا بالله جل في علاه، إلا بالله. لذلك نهى، قال: لا يقولن أو لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت. والأصل نهي التحريم، ما لم تدل قرينة تدل على أن المقصود بها الكراهة لا التحريم. الحق هم يقولون مصروف عن التحريم بالكراهة في قول لا مكره له، والصحيح أن السياق يثبت التحريم، السياق يثبت التحريم، في هناك تعظيم لله جل في علاه، ما لك منها ترجون الله وقار. لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني إن شئت. طبعا قلنا المغفرة والرحمة، ما دام قد اجتمع كانت المغفرة استرع علي ذنوبي، والرحمة لا تعجل بها العقوبة، واغفر لي، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. قال: لا يقول أحد ذلك، وليعزم المسألة في أنه مكره له. ليعزم المسألة يعني لابد في الدعاء إذا دعوت الله أن تكون جازما عازما حاسما، تعلم بأن الله سيجيبك، فتقول في نفسك وأنت تدعو بالجزم وبحسن الظن في الله جل في علاه، وهذه أعظم ما فيها، لتعزم المسألة وأنت ممتلئ قلبك بأن الله لن يردك، وأنت ممتلئ قلبك بأن الله سيجيبك، وأنت ممتلئ قلبك بأن الله ما قدر عليك شيئا إلا وأراد لك به الخير. ولذلك هنا قال: لا مكره له، يعني ما في أحد يستطيع أن يكره الله على شيء. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. والله سبحانه جل في علاه إذا أراد شيئا له أسبابه، ويسر الله جل في علاه الأسباب التي تصل بالمرء إلى ما قدره الله، إلى ما قدره الله جل في علاه. وفي قوله في العزم المسألة في النار مكره له، في رواية الشيخين قال: لا مستكره له، والمعنى بأنه لا أحد يكره الله على شيء، فالله سبحانه هو الغني وأنتم جميعا الفقراء، والله هو القوي وأنتم جميعا فيكم العجز. قال الله تعالى: إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أن نقول له كن فيكون. فقال: وليعزم المسألة، وعزم المسألة لا يأتي إلا بامتلاء القلب الإيمان، كأنه قال: لابد أن تذهب وتتدرب على 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 الإيمان، وأن تثبت الإيمان في قلبك حتى تصل إلى ذلك. وليعزم المسألة فإنه لا مكره له، يعني يعزم المسألة التي
التي سأل ربه فيها أن يكون جازم الدعاء مستيقنا الإجابة. قال وليعزم المسألة فإنه لا مكره له. حاشاه سبحانه جل في علاه هو بيده مقاليد كل شيء, بيده مقاليد كل شيء. وهذا أدب آخر راقي من أدب الدعاء, أنك إذا دعوت الله جل في علاه لا تدعو الله على شك, لا تدعو الله على ريب, تدعو الله على يقين, على صدق. رب اغفر لي, رب ائتني بكذا, والله سيأتيك به, والله الله سيأتيك به. ولأنه لا مكره له سبحانه جل في علاه, هو يكرمكم ويعافيكم ويكرمكم باستجابة الدعاء لكم. قال وليعزم المسألة فإنه لا مكره له سبحانه جل في علاه. وهذا أيضا تشعر بأن الإكراه لا يترتب عليه حكم, بأن الإكراه لا يترتب عليه حكم. الفوائد المستنبطة لأصل الله التحريم ما لم تدل القرينة على الكراهة. عمدة الإيمان حسن الظن بالرحمن, حسن الأدب مع الله بحسن الظن فيه, حسن الأدب مع الله بحسن الظن فيه. فإذا الثالثة من عظيم ربوبية الله جل في علاه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.